طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بيه نقصان كبير ونواقص كبيرة. الدستور هو وليد عملية سياسية عرجة، أساساً ولدت عرجة بظل نظام احتلال. الاحتلال سواها، قامت على الطائفية السياسية، على التهميش وعلى الإقصاء وعلى المحاصص وإلى آخره. هاي العملية السياسية أنتجت هذا الدستور وأنتجت الأوضاع السياسية اللي احنا أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نريد أن نتحدث في هذه الحلقة حول تردي الخدمات خاصة في الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر، ميناء أم قصر الواقع في محافظة البصرة جنوبي العراق. طبعا الطرق، وكما سوف نعرضها بعد قليل عبر مقاطع فيديو تم تصويرها من قبل سواق الشاحنات، هناك يشرحون فيه ونشاهد في الفيديو كيف أن الطرق هي طرق ترابية، وكيف أن السواق يتذمرون ويعني يناشدون هذا التردي في الخدمات. ما وصل إليه من ميناء أم قصر، هذا الميناء الذي له إيرادات عالية وكبيرة في كل سنة. على سبيل المثال في عام 2017 العام الماضي، وبحسب وزارة النقل، وصلت إيرادات ميناء أم قصر 170 مليار دينار عراقي، 170 مليار دينار عراقي. يعني إذا أخذنا البيان اللي نشر بالتحديد في يوم 15 كانون الثاني من عام 2018، قال وزير النقل كاظم فنجان الحمامي في هذا البيان بأن عملية التطوير في عمل ميناء أم قصر الشمالي تسير بوتيرة متسارعة في مشاريع تطويرها من خلال خطة عمل تطوير واستحداث بعض الأرصفة التي ستساعد في استقبال أعداد كبيرة من الحمولات والبضائع. أوضح وزير النقل كاظم فنجان بأن ميناء أم قصر الشمالي سيشهد تواجد أكثر من 500 شاحنة على مختلف الأرصفة والبالغة 14 رصيف وعلى مدار اليوم لنقل مختلف تلك الحمولات، وبين بأن حجم الإيرادات لميناء أم قصر الشمالي وحده الميناء أم قصر الشمالي وحده بلغ 170 مليار دينار. وزير النقل أشار إلى أن تشكيلات وزارة النقل ستشهد تغييرات واضحة في أدائها لأعمالها، ما ينعكس على طبيعة مردوداتها المالية، سيما في الموانئ العراقية بعد أن تم تطبيق نظام الأجور والعوائد الجديد، وكذلك العمل بتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية المتكاملة والذي من شأنه المساعدة في سرعة إنجاز المعاملات في مرافق الميناء خلال عام 2018. 170 مليار دينار في عام 2017 فقط إيرادات ميناء أم قصر الشمالي، وحال الطرق في الميناء هي طرق صحراوية تردي الخدمات، لا توجد أبسط مقومات البنية التحتية المؤدية إلى ميناء أم قصر، ويشكو سواق الشاحنات من هذه المسألة التي تعرقل يعني ذهاب وإياب الشاحنات المحملة من وإلى ميناء أم قصر. إذا المقاطع جاهزة ناخذ مقطع. جاهزة المقاطع ولا بعدها ما جهزت؟ جاهزة؟ نعم، ناخذ مقطع أول عن تردي الطرق في ميناء أم قصر. نعم. هو يا مسؤولين، يا برلمان، يا مجلس محافظة، شوفوا التحويلة مال بوكة اللي تربط الشارع مال أم قصر على الميناء، الله يرضاها. شوف الطسات، شوف التراب، هاي صار لها بالضبط 3 سنوات، فوق 3 سنوات. شوف
وزير النقل، وزير الطرق والجسور، ما ادري المن ناشد، ابو الميزان محطه ميزان اللي ياخذ من عندنا 20,000 كل سياره، شنو ذني؟ شوفوا بعينكم وانتوا حكموا. نعم، هذا مقطع فيديو شاهدناه يوضح سوء الطرق الرابطة إلى ميناء أم قصر. طبعا هذا مقطع من المقاطع راح نعرضها، بس عندنا اتصال يوسف من بغداد. تفضل يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. 170 مليار دينار عراقي. أهلا بك المشاهدين الكرام. أهلا بك. 170 مليار دينار عراقي إيرادات ميناء أم قصر الشمالي فقط لعام 2017، وهذا حال الطرق في الميناء. أخي العزيز، هو بس ميناء أم قصر، بس بغداد، بس الطرق الخارجية، بس هذا محمد القاسم سريع مال بغداد 3 أشهر سدوه وخلوا لك ذيك الأيام اللي شاهدناها من خنوقات مرورية شديدة مع شديد الأسف. ماكو أحد محاسب، ماكو أحد محاسب بشكل عام. بدنا نحكي على التبليغ، ماكو أي تبليغ، ما شفنا بالشارع. والآن هسه موجودة أيضا في مدينة كربلاء من بعض المرشحين، أو احتمال 90% من المرشحين في محافظة كربلاء اليوم يذبون سباس بالشارع، والعالم قاعد تضحك عليهم ويعوفوا حتى هاي شنو دعاية انتخابية. فأما ميناء أم قصر هو مكان بصراحة، منطقة حدودية أن تكون مميزة، منطقة أن تكون أرضها من ذهب. إحنا أرض السواد يسمونها بالخارج أرض السواد، ما مستفادين عفوا من عنده بصراحة، فقط للحرامية والعصابات. وإحنا ما نستبعد يعني أيضا الحدود أيضا مسيطرة عليها مجاميع أو الميليشيات أو ما شابه ذلك، كما تسيطر على بعض المواقع في بغداد والعراق بشكل عام. نعم، أي خدمات ما موجودة ونهائيا نهائيا. نعم، ماكو أي خدمات. زين يوسف، وزير النقل أول ما استلم الوزارة على أساس بأنها حكومة تكنوقراط اللي شكلها حيدر العبادي، من ضمنهم كاظم فنجان الحمامي اللي هو وزير النقل، تحدث كثير، يعني تحدث عن موضوع هناك طريق دولي يخترق الصحراء، وطبعا أصبحت أضحوكة في وقتها، ويتكون من 8 سايدات 4 ذهاب و4 إياب ومن تحت الصحراء وإلى آخره، يربط البصرة بأوروبا. هسه احنا نريد داخل البصرة الطريق الرابط إلى 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 ميناء أم قصر، هذا حالة تراب صحراء، يمشي أبو التريلة يستغرق وقت طويل حتى يوصل إلى الميناء، أو حتى إذا طالع من الميناء كذلك يستغرق وقت طويل حتى يلزم الشارع المعبد التبليط. أخي الكريم، إحنا ما نريد نربط البصرة بأوروبا، زين يعني ما نريد نربط البصرة بأوروبا، نريد مترو داخل بغداد، وهي أفقر بلد بالعالم عندهم داخلي. نعم. هذا كذب. نعم يوسف، انقطع الاتصال مع يوسف من بغداد. إذا جاهز المقطع الثاني اللي يوضح كذلك سوء الخدمات من تصوير أحد سواق الشاحنات في تقريبا نفس الطريق، ناخذه. وان هذا طريق الميناء الترابي هسه بدينا بيه يا اخو، ما قلنا لهذا الطريق، هذا الطريق لا الله يرضى بيه ولا عباده، ويا ريت مكان ما بيه فلوس او هو المكان يعني فد منطقه مهجوره. شوف بالنظارة شاقلب، شوفوا بالنظارة، ما شوفوا بالنظارة
هذا هو لوجه حسب على تربيط جب سرعة. الله خلصت. وين هذا الطريق؟ هذا الطريق معقوله؟ انت يا الاخ وزير، الاخ الوزير، يعني طيب اني هسه انت سجل لك تاريخ ومشاركة وانت من اهل البصرة، خلي التاريخ يسجلك، يقولون من صار الوزير بصراوي هذا الطريق تبلغ او هذا الطريق تصلح. انت اربع سنوات ورايح، سجل لك تاريخ. بس يعني قد يكلف؟ ما تقول لي هو كله كيلو متر واحد، كيلو متر واحد يا اخوان، كيلو متر واحد. شوف صار الزحام، هاي طاسه قويه، نقره قويه هاي، والله حتى ما اقدر اركب الاستيرنج بيدي وحده. هاي نقره قويه، شوف السيارات احنا. الله 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 الله، هذا على طريق الميناء. هذا طريق الميناء، ميناء فقير يوميته مليارات، فما يسوى. شوف هاي النجر، النجرة تكبرها. شوف هذا الأخ محمد لازم أميل عنانة. نعم طبعا المواطن يتساءل كم راح يكلف تبليط هذا الطريق بالفعل، ايش قد راح يكلف؟ يعني ايرادات لسنه واحده لميناء القصر الشمالي بس 170 مليار دينار، ايش قد راح يكلف؟ وكذلك ناشد وزير النقل وقال له انه يعني على الاقل سجل في سجل وزارتك انه انت قمت بتعبيد هذه الطرق وبلطتها وسهلت للناس، وحتى يمكن هو ذكر المسافة تقريبا، قال يمكن كيلو متر أو أكثر، وشفنا حال الطريق، شفنا حال الطريق. معنا اتصال، معنا أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير عمر، تحية لك يا عمر، تحية القناة الرافدية، تحية الكادر القناة. أهلا بك. وتحية للأخوان المتصلين. ما أدري عمره موضوع أنا الأعمار أسمع مقصر وما أدري. نعم. إيه ما في أعمار ما دام إيران محتلة أو تنهب أموال العراق وأمريكا نص وإيران نص. حكومة فاسدة هذه الحكومة، لا يفيد بانتخابات ولا يفيد، ما يفيد ولا قلع شلع، قلع شلع، لأن حكومة عصابة مجرمة. ما يدري والله، احنا نعول على الشعب العراقي الاصيل والجيش العراقي الباسل على ان يتحمل مسؤوليه، والجيش العراقي الباسل ان يقوم بانقاذ هذا البلد من هذه الزمر السائبه التي هي ابناء الخميني اللعين، ما تقوم به من جرائم ضد الشعب العراقي ولا تعمر وانما تدمر. هذه حكومه مجرمه، ونحن نطالب الجيش العراقي والضباط الشرفاء بأن يقوموا بانقلاب، لأنه هذا الجيش مو بس للعراق، الجيش الأمة العربية. وتحية لك يا عمر. أبو فيصل من السعودية كان معنا. إذا ما عندنا اتصال نأخذ المقطع الثاني اللي يوضح سوء طرق المؤدية إلى ميناء القصر. أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أخوي عمر، قدمت هاي الحكومة من خدمات يعني للعراق بصورة عامة على طريق مال الأم قصر، لولا حكومة شمبازية يعني حقد على العراق، يعني ما حقد أي واحد بالكون. جد عشنا ثاني، جد عشت عمري ما شفت هيك حقد، يعني دول حاقدين حقد مصاير، يعني صور يعني مو بس على البشر، حتى على العالم، على الإسلام. يعني أنا ذاك اليوم أخوي عمر دا أمشي بالطريق، بالطريق الله يرضى عليك بس تحملني انت اخويا، تفضل. طبعا مشيت بالطريق، لقيت صور مال محمد بن سلمان الله يحفظه وولي العهد السعودي. يعني هذول قدموا على مود يحقدون على الرجل هذا، هم مثله عرفوا يسوون مثله. اشو البلد معيشين بنعيم، نعم مسوين جنه والناس تقبل عليهم من كل مكان ويعني تحترمهم. هذول شلون يعني شلون حقد 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 مصاير، الله اكبر. وصدقني هذول مو لسان العراقيين، هذول لسان بعض اللي يعتاشون من
العصابة هاي. نعم زين أبو حسن، جد راح يكلف طريق مثل هذا الطريق اللي بدنا نعرضه هسه على شاشة الرافدين، طريق صحراوي، أهل سواق الشاحنات بده يروح الميناء أم قصير ويرجع من ميناء أم قصير، ويلزم الشارع الرئيسي عبر طريق معبد مبلط، إيش راح يكلف الدولة؟ والله يا أخويا ما يكلف يا عمر، والله ودعتك ودعت النبي الغالي ما يكلف شيء، بس هم ما يدون يعني، هم يدون يمشون البشر على شوك، على شوك يدون يمشي البشر، لأن البشر ما له قيمة عندهم، هم بس أهم شيء هم عندهم فلوسهم مليارات، والله يضحكون على الشعب يا أخي، ويدون المصيبة بدون واحد ينتخبهم. طبعا أنا يعني أعتذر عن اللي ساهل الموجن الولي العهد السعودي، وأنا أعتذر منه نيابة عن العراقيين، ترى مو صوت العراقيين، والعراقيين شرفاء وعدهم كرامة وعدهم شرف ويحبون أخوهم العربي سواء السعودية أو الخليج أو العرب بصورة عامة، لأن دولة شردمة يعني شلون تقول عليه يعني تطيه خليك على رأسه، ما تطيه خليك على ذيله، فهم دولة يعني. وأدعي من الله يحفظ السعودية إن شاء الله والشعب العربي كله. أبو حسن من بغداد كان معنا. نأخذ المقطع الثالث، نأخذ المقطع الثالث. ورحمة الله وبركاته، الله يقبلها. هذا طريقة ريلات، هذا هاي بنقصر، هاي شوف شوف العالم صاير، هذا طريقة ريلة، هذا ولكم حتى اليهود ما سوتها، النصارى ما سوتها، الله أكبر عليكم إن شاء الله. وساعة السودة باليوم اللي جيتوا النبي ولكم ياهو يقبل بهذا الطريقة ريلات مال ميناء شهريته وارداته 18 مليار يا ناس، ولكم شارع ماكو، الله أكبر، باعوا باعوا الشارع، باعوا، ولكم لا إسلام يرضى لا دين يرضى، ولكم النهار كله تصلون وتزورون كذب، إن الله ينتقم منكم إن شاء الله بحق السميع العليم. باع باع الشارع هذا، هذا مال تريلا، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم إن شاء الله، حسبي الله. نعم، سائق التريلا طبعا يشكو إلى الله ويقول الله يقبلها، هذا طريق تريلات في ميناء قصير، يقول لك الميناء 18 مليار إيراداته بالشهر، يعني رقم مقارب لما قال لما أعلنه وزير النقل 170 مليار سنة 2017، وهذا حال الطريق. طبعا ميناء قصير معروف أنه لا ليس فقط يعاني من هذه المشكلة، لديه مشاكل كثيرة كمشاكل يعني نفوذ الميليشيات في الميناء ونفوذ عصابات ومسألة التهريب ويعني إدخال بضائع إكسباير وإدخال بضائع غير خاضعة لمسألة القياسات المعروفة أو مثلا فحصها، كثير من المشاكل يعاني منها ميناء أم قصير، مشكلة مشاكل في التخزين ونفوذ كما تحدثنا نفوذ للميليشيات. معنا اتصال أبو ياسين من ديالة، تفضل أبو ياسين. حياك الله أخي عمر، حياك الله المحترمين، حياك الله. والله أخي عمر لو باقين ما أسمع بهاي المليارات الطالة ما أحد ينهضم ويحزن. نعم. يعني هذا اللي شنو اللي قدمته للعراق، هاي كلها مشاريع النظام السابق. هسه البصره هي ثلثي ميزانيه الدوله هي من نفط البصره، هذا خدمة البصره، هاي البصره الفعاله، البصره العظيمه اللي فعلنا لها شهداء الاف مؤلفه، وانا شخصيا الله شهدتك وسمة شرف برض البصره اللي فعلنا عرض البصره نجح في قتل صدام المجيده. بس هاي اليوم هاي الناس تجعجع لهاي الميليشيات وغير الميليشيات. وانا بدي اقول لاخوي ابو حسن، اقول له يا اخوي ابو حسن تقبل الله محمد سلمان، وانا ما جاي لعيون الشعب، لا جد جاهم واجه ايران من كنا نشوف من غاب الحارس الامين الباب الشرقيه راح صدام السيح صلى الله عليه، انهانت العرب كلها انهانت من ضمن دول الخليج. والاخ ابو فيصل يقول الجيش الجيش الامه، كنا جيش الامه، بس ايش بقيته من جيش الامه يا اخوي العزيز؟ مو هذا الجيش الامه اللي انت دمرتوه جبتوا لنا امريكا وغير امريكا. ماشي ابو ياسين، يعني احنا ما نريد نخرج عن الموضوع ورد على كل متصل. ماشي أبو ياسين، أبو ياسين هاي الصور اللي علقوها وعدم الترحيب، هسا تشوفهم أول الناس هم المرحبين، هسا تشوف يعني هذا فقط بروباغندا، بروباغندا حتى يرضون إيران، يعني هذا نتحدث به إذا سمح الوقت في حلقة أخرى. إحنا اليوم بدنا نعرض على حال الطرق. ماشي أبو ياسين، اليوم بدنا
نتحدث على حال الطرق وعرضنا فيديوهات على شاشة الرافدين تبين سوء الطرق في ميناء قصير، طرق صحراوية، طرق يعني يسموه بالمصطلح العامي هذا الطريق يعني بودرة دا يمشون عليها 170 مليار دينار بالسنة وما يقدرون يبلطون شارع. شنو رأيك؟ ناس سراق عمر، ناس سراق حرامية، وأنا ترى عندهم داخل سابقة من حكي هذا الكلام. هم الحكومة توسلوا بالسعودية والدعيم من ضمن التحالف الطائفي المقتدى راح يحبب بالسعوديين، بس أنا حزين جدا ليه دمرتونا وخليتونا نخرج من الحاضرة العربية. هذا كلامي. ناس حراق حرامية سراق فاسدين. شنو قدمتوا للعراق؟ ما قدمت شيء، قدمتوا للعراقيين بس الإهانة والدمار وصرف أموالنا. وهسه يطلع لك واحد يمجد لك بالحكومة ومجد لك بالمرجعية ومجد لك بمقتدى، وهذا الحادث الجاي شوف احنا بعيوننا شعبك سال الجوع ناجع الجد بالشوارع تبعي الحكومة. حضرت مقتدى ذاك الأمير لأن مثل الفتوى يحرم تدريب القوات العراقية مع القوات الأمريكية. هو أنتم من جابكم غير أمريكا؟ وأنتم مقاتلتوا تحت علم أمريكا؟ من وصلكم للعراق وللمناطق؟ لا ما أمريكا. هذا أنا لا ننسى عمر. أنا من أحكي بحرقة أحكي على العرب. العرب دمرتنا. يعني هذا كان العراق هو البوابة. يعني هو كان المقدمة في الدول. ليش استحصل هذا حالنا بظل إيران وغير إيران؟ هذا كلام يا عمر. نعم. أبو ياسين من ديالى كان معنا، شكرا لك. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. ناخذ المقطع الرابع اللي يبين كذلك سوء الطرق في ميناء ام قصر او المؤديه الى ميناء ام قصر. هاي التحويله وين محافظ ام قصر؟ المحافظ وين المحافظ؟ هاي التحويله الله يرضى محمد يرضى بهاي التحويله. ليش عمي ليش؟ الله لا يوفقكم، الله لا يوفقكم بجاه محمد وآل محمد. يعني بشرفك هذا طريق مال ميناء البصرة أم الخير، هذا طريقها البصرة ميناء بحر مال فلوس، هذا طريقها. صور جاي صور جاي العالم من البارحة واليوم متوحلة. ليش ايش عمي ليش؟ هاي حكومة، هاي باوحي، هاي تحويلة، هذا طريق مال بشر والله مو طريق. وين النزاهة؟ وين الشرفاء اللي باحون على هذا الطريق، اللي باحون على هاي التحويلة؟ البارحة مطرت 6 ساعات وسبع ساعات العالم لانا بالتحويلة. هذا طريق. نعم، شاهدنا هذا المقطع. سائق الشاحنة يتضرع إلى الله بالدعاء ضد المسؤولين ويقول وين المحافظ، هاي التحويلة معقولة في محافظة البصرة، أم النفط، أم الخيرات، هذا حالها. طبعا تعاني محافظة البصرة، يعني أهل البصرة من أشد أهل المعاناة في العراق. يعني الحديث يطول. معنا اتصال محمد من هولندا. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، أهلا بك. الحمد لله
حبيبي عمر، هي طرق العراق كلها ما بلطة وما لها صيانة. نعم. قبل كان شركات زمان النظام السابق صونها كل شهرين ثلاثة نتذكر يعني. نعم. وخاصة هسه طريق بغداد بصرة وين بوفيات؟ يعني وفيات لا تعد، إذا شوف إحصائيات المستشفيات. نعم. أكو هواي وفيات، يعني الطرق ما فيها صيانة. صح. على هذه نسبة عندي اثنين من أبوي. على طريق الناصرية. نعم. بالضبط إيه. هاي كلها ما مبلطة، ليش؟ اللي ما عملتين بالخمط ما عندهم وقت لهاي الأمور، مشغولين بالخمط هم، ما يفكرون بيك وبيه، ما لهم علاقة، المهم يموتون وهسه راح يزورون بالانتخابات ويرجعون نفسهم. فأنت تستغرب من الناس لصوص قتلة، يعني شو يسوي لك؟ يبطلوا لك؟ وبالآخر هو الشعب الضحية، يعني كل طرق العراق ما فيها صيانة، يصير هواي وفيات في الحوالي. نعم. أخي العزيز. يعني حتى إذا يعني تحدثنا انه تقول لصوص وحرامي، حتى اللص او الحرامي يطور ادواته، يعني يرتب اموره حتى يجني اموال اكثر. ما لهم كثير يا اخي، ما لهم كثير، ما راح يكلف شيء هذا الطريق، ما راح يكلف شيء. هاي هم يعتقدون ان العراق مال ابوهم وخلص، يعني ما يهتمون بالمواطن اخويا، حتى من كل النواحي يعني البلد كله مدمر، يعني ما شيء العراق يعني حاليا نفس الاسم. نعم. تحياتي لك أخويا. أشكرك محمد من هولندا كان معنا. أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حياتي حضرتك أخويا العزيز. حياك الله، أهلا بك. بنات الرافدين والكادر. أهلا وسهلا أخويا العزيز. أستاذ عمر، هم المسؤولين بأي شيء مهتمين حتى يهتمون بالطرق اللي تؤدي الميناء انقصر. نعم. يعني 170 مليار دينار بالسنة واردات الميناء، هذا المبلغ الضخم وغيره من المبالغ الضخمة اللي تيجي من المطارات والضرائب، وين تروح؟ وهسه بالمناسبة أستاذ عمر صارت لهم واردات جديدة. نعم. يعني واردات المخدرات اللي دا تدخل عن طريق إيران ودمرت الشعب ودمرت الشباب العراقي. أستاذ عمر، هي بغداد هاي العظيمة، بغداد تحتل المركز الأول للسنة العاشرة بأسوأ المدن للعيش. نعم. الزمرة اللي تحكم العراق أستاذي العزيز ما أجو لتقديم أي خدمات لا للمواطن العراقي ولا للعراق، يجو بس مجرد ينهبون كل خيرات البلد لمصالحهم الشخصية، ومع ذلك يقومون يستدينون من دول العالم ويخلون المواطن والبلد مديون. نعم. يعني ما يصير تطلعون من هاي 170 مليار واحد ويتبلطون هذا الطريق اللي تجيكم منه مليارات الدولارات بالسنة. نعم أخوي العزيز أستاذ عمر، اللي يحكمون البلد والله العظيم يريدون تدميره وتدمير نفسية العراقي، وفعلا يعني خلوا نفسية المواطن العراقي تعبانة بشكل حتى وصل به الأمر إلى أن يكره بلده. زين، هو الوزير قال لك 500 شاحنة على أرصفة 14 رصيف باليوم الواحد طبعا. زين. ويتعهد بتطوير، دائما يطلع يقول طورنا وبنينا وسوينا، مثل طبعا مطار الناصرية اللي شفناه قبل أكثر من سنة. زين، أنت إذا طريق بهذا الحال أنت ما مبلطة، شلون راح تطور الميناء؟ وهو إيش قصر له بالوزارة أستاذ عمر؟ نعم. إيش قصر له بالوزارة؟ شنو اللي قدمه؟ يعني إذا خلال هاي الفترة اللي أنت بيها بالوزارة وكل شيء ما قدمته، هذا أبسط شيء هسه الطريق اللي أنت ما مبلطة، اللي تيجي للبلد منه مليارات الدولارات. وين تودوها هاي؟ يا ما لهم شغله استاذ عمر، ما لهم شغله بهالخدمات اللي تتقدم للمواطن، اللي يهتمون بس لمصالحهم الشخصيه، بس يردون يستولون على اكبر كميه من الدولارات واكبر المبالغ في سبيل يطلعوها للخارج، لان يعرفون بنفسهم هم ما باقين بالحكم، نهايتهم يثور عليهم الشعب ويطلعون ومسحولين. اللي هذول اللي سووا العراق سجن، والمشكله ليش الشعب ساكت عليهم؟ نعم. يعني شنو تنتظر يا شعب؟ معقوله تنتظرون فتوى من المرجعيه؟ لا حبيبي، اني وانت وكل الشعب يعرف بان 99% من المعممين مشتركين باللي وصل العراق الى هذا الحال. نعم. من تردي ودمار. اذا انتم ما تغيرون الوضع اللي تعيشون به، لا تنتظرون من احد يجي يغير لكم. كافي تعيش بمذله وتعيش بذل، وذول الأراضي اللي يتمتعون بخيرات بلدك. نعم أبو أطلع ناصر. أطلع عليهم، كافي تسكت. أبو ناصر من تركيا كان معنا اتصال. أبو نجم من السماوة، تفضل أبو نجم. أبو نجم انقطع الاتصال مع أبو نجم
من السماوة. ناخذ كلمة لوزير النقل كاظم فنجان الحمامي، ناخذ كلمة إلى عندما تحدث عن الطرق السريعة اللي تربط البصرة بأوروبا. لحد الآن لا يوجد طريق يعني بالصورة المثالية التي تعزز قيمة بناء الفاو الكبير. المقترح أنه هناك الطريق يفترض أن يكون 16 سايد، 8 سايدات ذهاب و8 سايدات إياب، ويفترض أن تنزل هذه الثمان سايدات في نفق كبير وجبار وعملاق تحت قناة خور الزبير حتى تنحر الصحراء مباشرة من هذه المنطقة، وهذه القناة الجافة من هذه المنطقة إلى أوروبا. والله لو نفذ هذا المشروع لاستغنينا عن النفط. ربما يستكثر عليه البعض يقولون هذا كلام كبير وكلام يعني مبالغ فيه. لا والله لو نفذ هذا المشروع، وفقط مشروع الطريق، وربطنا مع دول الجوار بالطرق اللي وقفنا وجلسنا هكذا في وضع مريح نجمع الأموال من خلال فقط الترانزيت البري والترانزيت الجوي. طبعا أنا غلطت، قلت قبل شوي قلت 8 سايدات، هي 16 سايد، 8 ذهاب و8 إياب. بس هو السؤال يعني يخترق الصحراء، يعني يقصد يعني مثلا يروح الدول الخليج وبعدين يفتر يروح لأوروبا، لو شلون يعني؟ ها لازم يشرح لنا إياها السيد وزير النقل كاظم فنجان. يعني ما معقولة احنا نتحدث عن مشاريع يعني عملاقة، مشاريع يعني ما تقوم بها يمكن دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية 16 سايد أو الصين، وما نستطيع نبلط شارع طوله كيلو أو 2 كيلو يم ميناء أم قصر، بنفس ميناء أم قصر تابع إلى منطقة ميناء أم قصر. ما نعرف الله. معنا اتصال أبو محمد من بابل، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الخليفة عمر قال لو عطلت بغلة في الشام فأنا مسؤول عليها، لأن أنا أسوي الطرق لهم. نعم. ومسؤولية رئيس وزراء أن كافة ما يحدث بالعراق ويتحمل مسؤوليته، مو مثل البصرة يكذب كزمة ويأكلون السياسيين. والحكومة هاي اللي بغداد قد تقارن البصرة بما حدث لهاجر زوجة النبي الله إبراهيم حينما طلبت من عندهم جزة ما أطاها، بعدين أطاها جزة وخروا. البصرة رادت بترزولار من عندهم تعمر البصرة ما حد أطاها، وهذا دب كل الخير العراق هو من البصرة. والله أنا ما دخلت البصرة عبال الجهة يعني أزد من يعني بناءات في العالم، لأن أول حضارة في العالم هي ولاية شفتها مثل مخبرة وادي السلام يعني. نعم. سبحان الله. ليش أبو محمد يعني شنو يمنع الحكومة من تبلط شارع يم ميناء أم قصر؟ شنو المانع؟ إيش راح يكلف الحكومة؟ مو راح يكلف الحكومة، ما عينهم على البصرة، عينهم على ما يدخل في جيوبهم، ما عليهم باللي غير. أنا أعرف يعني كل الشعب العراقي عينهم على ما يدخل في جيوبهم، ماشي بالسياسة أنا قدم العراق إلا السياسي الصحيح الذي تواجده في ساحات المحارك الذي دافعوا عن العراق. وما يتحدث عن محمد بن سلمان، محمد بن سلمان هالنعال بن النعال شنو هذا يجي العراق؟ يعني احنا نتحدث في موضوع ويجونا الموضوع وسب وشتم. المهم على كل حال يعني ارجو من المتصلين ما حد يرد على الثاني، احنا نركز على موضوع. اذا نظل احنا بهذه العقليه، عقليه الرد، والله فلان راح يجي وفلان رفع صورته، هذا عندما نتحدث فيه في حلقه لك حق انه تدلي برايك ولكن بطريقه مؤدبه. يا اخوان يا اعزاء مشاهدين، ما نريد نتجاوز على احد، لا سياسي ولا غير سياسي ولا اي شخص. السب واللعن والشتم ليس من سمات المسلم، ليس من سمات الإنسان العاقل الكبير. عيب والله، عيب والله، عيب. معنا اتصال آخر، أبو علي من كربلاء. انقطع الاتصال مع أبو علي من كربلاء. طبعا مستمرون باستلام رسائلكم أعزائي المشاهدين على الواتساب. رسالة من ميسان، ابن ميسان يقول بدأت حملة شراء الذمم في محافظة ميسان من قبل المرشحين للانتخابات بوعود التعيين أو الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، والمعلومات المتوفرة بأن النائبين ناظم الساعدي وصباح الساعدي هم يقومون بهذا العمل، شراء أصوات الناخبين.
معنا اتصال. علي من الكوج، تفضل علي. أخي بالنسبة هاي الحكومة، نعم، هاي الحكومة هي اتفاقية ويا أمريكا صارت أربع شروط: انهيار الوضع الأمني، انهيار الاقتصاد، زعزعة البلد، عدم استقرار البلد، قلة أكلوا وشربوا وبوقوا. نعم نعم. فأخي ما تصير لهم شارة دولة إلى ما يطلعون الشعب كله يقوم عليهم، الشعب العراقي كله يقوم عليهم يطلعهم ويجيب غيرهم، ما تصير لهم شارة أخي. نعم زين. طريق معقولة، طريق ما يقدر يبلطونه يا أخي؟ ما يبلطون دولة، هم ناس مو وطنيين، ناس مو شرفاء، ناس جاية تنهب وتسلب وتبوق، تعمر لك ما تعمر لك أخي. نعم قل لي. ما هاي عصابة يا أخي، عصابة لازم البلد. نعم. ما تصير لهم شارة، الله وكيلك محمد كريم. أبو حسين البلط يعني إذا إحنا نتحدث عن الطرق، البصرة. نعم. هي معيشة العالم كلها، يصعب علي هذا الطريق؟ نعم. والشعب نايم على وجهه. نعم. وضع الطرق بالكويت نفس الحالة لو يختلف؟ والله العظيم أسوأ وأنقص وأتعب وعيشة تعبانة بشكل، يعني العالم كله تعبانة بس كله نايمة على وجهه. لا حول ولا قوة إلا بالله. والدعاية الانتخابية من المرشحين من البرلمانيين؟ والله دعتك نفس الوجوه تفتار وماكو تغيير ونفس، ما يجي أحد غير أبو هسر تشوف. ليش ما يصير تغيير برأيك؟ ليش ما يصير تغيير؟ أخي التغيير هذا حبر على ورق. نعم. هي أمريكا، تعال أنت، روح أنت، أرجع أنت، نفسي. نعم أرجع أنت. نعم الله يعين. هاي بس دعاء هاي الناس الخيرة اللي الله يخلصنا من هالشلة التعبانة اللي الله دبها على يده. بسم الله. نعم أبو حسين إذا عندك شيء تفضل. شكرا. إذا عندك شيء تضيفه. والله هي ما عندنا بس هاي، يعني شنو هي تعال. نعم. يعني بالفعل شوف مأساة العالم، شوف أذية العالم. الله يعين جميع العراقيين، الله يفرج عنهم. علي من الكويت كان معنا. معنا اتصال آخر، أبو محمد من الديوانية، تفضل أبو محمد. الله يسعدك أخوي. أهلا وسهلا بك، شلونك؟ يا أهلا بك، حياك الله أخوي. الطرقات هي كلها يحتاج لها إدامة. إيه يمنى طريقة لا مسافة 15 كيلو بالديوانية. نعم نعم. هذا ما قلنا كل الوادم كلها، يعني هذا هي سائق مهلف وفي. نعم يعني شو؟ ويجي سائق مهلف ونقلب، ويجي سائق مهلف ونقلب، ما يحتاج ما يجيبونه. نعم. والله الوادم تشتكي وما يشلون ما عاد يجاوبها. زين شنو السبب اللي يؤدي هاي الحوادث بهذا الطريق؟ بساط صايع بيه ويساق من السماء ولا لنا جيب وينجلب. الطريق محفر. نعم. وما أكو إصلاح لا من قبل المحافظة ولا من قبل مثلا الجهة المعنية. ما أكو كل إصلاح، ما أكو، تشتكي الوادم تشتكي ما حد يجاوبها. زين لا حول ولا قوة إلا بالله. أي والله نسأل الله أن يسوي لنا حل لهالوضع هذا. نعم أبو محمد من الديوانية كان معنا. أبو خالد من بغداد، تفضل أبو خالد. أبو خالد تفضل. أبو خالد ألو. نعم أبو خالد. السلام عليكم سيدي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. كل التحية سلام من الله عليكم وعلى كادر الرافدين الغيور الشجاع الشهم. أهلا بك سيدي عمر. بالنسبة لمحافظة البصرة، مدينة البصرة هي مدينة استراتيجية. نعم. مدينة استراتيجية يتم من خلالها أول شيء اطلع على عدة اتجاهات. اثنين هي ميناء العراق. نعم. هي ميناء العراق. نعم. هي ميناء العراق سيدي.
زين شنو المانع من ان الحكومه تبلط الطريق؟ نعم تصديرنا نفطنا مشتركاتنا كلها عن طريق مدينة البصرة. نعم. ولو تدري سيدي عمر أهل البصرة أهلنا في البصرة شعب طيب جدا للغاية وكل شعبنا هو طيب، ولكن أهل البصرة دعوا طيبين بشكل لا يوصف يا سيدي. نعم. وهم جياع، نقسم بالله نقسم بالله ورب العرش العظيم المجيد، هم جياع حيل ومحتاجين حيل جدا جدا. نعم. ومحاربين برزقهم، محاربين من قبل الحكومة أقسم لك بالله، لأنه هد وما دب للعراق. نعم. من إيران هسه تلقاهم في البصرة استحلوها، نحكيها بلا خوف بلا تردد، ونقسم بالله رب العرش العظيم إن شاء الله نطمن شعبنا وأهلنا بالبصرة وبكل محافظات العراق. نعم. نقول لهم إن شاء الله هاي الحكومة لا تمثلنا، هذه الحكومة ولا ليس للعراق، ليس لشعب العراق، ليس لتاريخ العراق، هم ولا هم لإيران، لأمريكا، لإسرائيل. ونقسم بالله الخير قادم وكثير جدا جدا جدا. نعم. فليطمئن كل شعبنا، وسنزف مشاعر مصر نعم عبر شاشات التلفاز إن شاء الله. أبو خالد من بغداد كان معنا، معنا اتصال يوسف من ذي قار، تفضل يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك استاذ عمر؟ اهلا وسهلا بك استاذ. احنا عود الشيعة والحكم اني وتعصبنا الجنوبي غدا ما يتعشى. اي والله العظيم. واحنا اهل الجنوب على بحر من النفط والكهرباء طافية، حتى برنامجكم ما نشوفه. تدريك تدريك. نعم والله العظيم. هاي هل كهرباء طافية وخاصة الكهرباء والأحزاب حزب الفضيلة. نعم. يأخذون يأخذون 90,000 يأخذون 600,000 من الفقير، وإحنا منين عندنا؟ إحنا في القوات ندبر خمسة ناس. منين خاصة الكهرباء؟ زين شنو الحل يوسف؟ يعني إحنا جايين على انتخابات والجماعة دا يفترون، يقول لك انتخبونا مرة ثانية. أحكي لك مشكلة الناصرية، كهرباء ماكو. نعم. الشيء ماكو. نعم. الانتخابات أدري بها كلها لعب ولعب وكذب، وتعال انتخب على مود بطانية يطونك جسمي إذا بيعشرة فلطوات على مود بطانية الأكوان المتعاضي والله. نعم. شنو هالإجمال؟ شنو هالشيعة هذا الغبي؟ أنا شيعة، أنا مو شيعي. شيعنا هو أنا الإمام الحسين. نعم. اسمعني استاذ عمر. اسمعك اسمعك يوسف. يا اخي انا اسمع شيعي ونفتخر بالامام الحسين على الراس، والامام الحسين خرج بالثوره. نعم. مو صحيح استاذ عمر؟ نعم على راسنا والله. والله العظيم كان صدام حسين معيشنا بخير ونعمه وامان، وهسه كل شيء ماكو. انفجار، شفتوا الانفجار بالناصريه؟ كلام الوالد. لا يوسف من ذي قار كان معنا يتحدث عن مأساة الأهالي. أبو علي من البصرة، تفضل أبو علي. أبو علي. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. مرة عمل والدك اعطيني مجال أحكي لك على قصة ما تقدم. أي والله تفضل. أقول لك أستاذ الله يسلمك. نعم. نعم أبو علي. ابو علي اجول. اي صوتك يقطع ابو علي. نعم. تفضل. قطعوا السياره هي مخدرات. منين؟ وين لزموها؟ وين لزموها؟ لزموها بالتنومه. وين لزموها ابو علي هاي السياره؟ ها هاي السياره مال المخدرات وين لزموها؟ بالبصره. بالبصره. اي الباب العشائر. المشكلة يقطع الصوت مع أبو علي، إذا تقدر تعاود الاتصال معنا اقطع الخط وعاود الاتصال لأن صوت يقطع غير واضح.
غير واضح. رسالة من أبو حسام النعيمي من بغداد يقول: تحية لك أستاذ عمر ولكادر قناة الرافدين. إذا المسؤول العراقي يبلط الطريق أو يقدم أي خدمات للبلد أو المواطن، ماذا يستفاد هو وأهله وأقاربه؟ زمرة مجرمة فاسدة جاءت لدمار العراق ونهب خيراته وتدمير كل شيء بالبلد بأمر من أسيادهم الإيرانيين، لأن مصلحة إيران هي تدمير العراق كما يقول أبو حسام من بغداد. نعم، تحدثنا عن موضوع الطرق في المؤدية إلى ميناء أم قصر وكيف هي حالها وغير معبدة ما مبلطة، مع العلم أنه إيرادات ميناء أم قصر الشمالي فقط بحسب وزارة النقل وببيان من وزير النقل كاظم فنجان الحمامي بلغت 170 مليار دينار، وهذا حال البصرة. هذا حال البصرة. إذا عدنا وقت في البرنامج نعيد المقطع، مقطع الفيديو لو انتهى الوقت نعيده. ماشي. يا عالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يقبلها، هذا طريقة ريلات، هذا هاي بنقصر، هاي شوف شوف العالم صاير، هذا طريقة ريلة، هذا ولكم حتى اليهود ما سوته، النصارى ما سوته، الله أكبر عليكم إن شاء الله. وساعة السودة باليوم اللي جيتوا النبي ولكم ياهو يقبل بهذا الطريقة تريلات مع الميناء شهريته واردات 18 مليار يا ناس، ولكم شارع ماكو، الله أكبر، باعوا باعوا الشارع، باعوا، ولكم لا إسلام يرضى لا دين يرضى، ولكم النهار كله تصلون وتزورون كذب، إن الله ينتقم منكم إن شاء الله بحق السميع العليم. باع باع الشارع هذا، هذا مال تريلات، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم إن شاء الله، حسبي الله ونعم الوكيل. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.